اليوم اللجنة بتاع قيس سعيد لله بالانتخابات ألغت ثلاثة من الناس، ثلاثة مترشحين ألغتهم وتجاوزت حكم محكم بكل بساطة، وهذا يألم ويفرح. يألمني لأن بلادي متخلفة، ويفرح أنه شعبي فهم، قاعد يفهم اللي الانقلاب من نجم يجي كان ضد القوانين، الانقلاب من نجم يجي كان باش يبقى في السلطة، المنقلب مع غايته ما هياش الشعب، غايته ما هياش الآلاف اللي تحركت في تونس وتلوج في التزكيات وتعبت في ظروف قاسية لأول مرة في تاريخ تونس، خوضوا معركة انتخابية بس خلسة مش عليها خلسة. هذايا من شأنه باش يربي الشعب التونسي ديمقراطيا باش المرة الجاية تكون أرقى انتخاباته، باش المرة الجاية يكون أرقى خياراته. وهكا كيفاش تعلم الشعوب؟ أنا ما كانش عندي أوهام على المنقلب، قلت أنه أحسن حاجة في وسط الإنسانية هي الانتخابات، لكن مع إنسان قال لك بقاء أو فناء أعرف شنو هي النتيجة، يعني ما هوش مش يعمل لك انتخابات. وداي قلت له نتحداك لو كان تعمل انتخابات صحيحة نجيك نعتذر لك حتى القرطاج، وما يعملهاش. وهذا منتظر لكن ما يقلقنيش. وقلت هذه الوقفة قلت ما يقلقنيش أنا وقفت قيس سعيد في قرطاج، لأنه في قرطاج ما ينجم يعمل حتى شيء. ما عنده حلول حتى مشكلة، خمس سنين هو يدور في حلقة مفرغة، يحط في الناس بالحبس ويتهم في الناس بالباطل. مهنته كرئيس نعطيوه في المئات المليارات باش يتهم الناس باطلا ويستعمل في البوليس وفي في القضاة باش يحط الناس بالحبس. وآخرهم الزمال عايش الزمال اللي مترشح هو نفسه، هو طول قاره غليلة بالحبس. الآخر طلع معنا. وقيس سعيد اللي اعتدى على الدستور واعتدى على المؤسسات وفكت الدولة ونحى برلمان كامل وعمل قوانين وحده وعمل دستور وحده وانتهى يحكم. واللي يحب شارك كما زمان يحب ياخذ السلطة يقرأه بالحبس. هذا الكل قاعد يوحى به الشعب التونسي، وهذا المكسب العظيم. كما فرق لهم بين أن نربح السلطة في الانتخابات نربح المعركة السياسية ضد قيس سعيد. أنا أعتقد أن الشاهدين هذوما اللي مرت بهم تونس ربحت المعركة السياسية، الشعب التونسي ربح شف المنقلب، شف خزعبلات أدواته، شف المؤسسات اللي قاعد تخدم في قيس سعيد مش تخدم بالشعب، الشعب يخلص فيها وهي تخدم في شخص واحد. وهالجرائم هذه راهي ما تسقطش بالتقادم، يجي نهار ويتحاسبوا قيس سعيد وجماعته. وهذا مكسب، مكسب تونس طبعا. صحيح انه فيه ناس قاعده تتألم في السخانه وفي الميزيري وفي الظروف القاسيه في الحبوسات بفضل نزوات قيس سعيد باش هو يقعد في السلطه، خايف منهم، هو يخاف من كل حد، راهو حتى من اصحابه حتى اللي حطوه هو خاف منهم. هذا دونك لازم نفرقوا بين المعركه السلطويه السلطه والمعركه السياسيه. احنا ربحنا في ظرف هالشهرين المعركه السياسيه، شفنا المنقلب مره اخرى، شفنا مؤسسات اللي تخدم في المنقلب، وتربى الشعب التونسي تدرب، عمل تمارين رائعه ياسر باش تكون في المستقبل خياراته احسن وافضل، ومترشحين مش يكونوا من ناس اخرين ربما، يعني مش ينضج الشعب، قد ينضج بالممارسه. هذه هي شروط كيفاش الترقى ترتقي. دونك صحيح قيس سعيد نحن الحلم اللي عشنا به مده شهرين، وهو دائما ينحي احلام الشعب، يعني جاء خصيصا لذلك وراه، ولكن في نفس الوقت الشعب اللي كان اللي يحلم تربى، وهذه التربيه تخزن تراكمات. وخاصه بالكم تنساو انه قيس سعيد ما عنده مشكله حل حتى مشكله، لا عنده كاريزما، لا عنده ماضي سياسي، لا عنده نضال، لا عنده حزب، لا عنده فلوس، لا عنده رؤيه، لا عنده مشروع، لا عنده انطوراج يخدم معاه. شوف اللي يساندوا فيه شكون هما، ويتكلموا من العزام اللوط. هذا يعني مش يعملون، مش يحلوا مشاكل السنه الدراسيه والغلاء الفاحش، مش يحلوا مشاكل الدجاج والمقرونه والكسي واللحم والحوت والسكر والزيت والمواد الاساسيه، وخلي الناس قاعده تجوع توا. ثم شفتوا كيفاش الناس ولات بالالاف تتكلم،
حاجز الخوف تنحى رغم ان حتى الناس في الحبسات عمل قوانين جاب قضاة يحكم فيهم بالواقفه، ورغم ذلك الناس ولا تتحدث، وهذا مكسب للبلاد ما فماكيناش بلاد اخرى بفضل 10 سنوات حريه مره اخرى نقولها. اذا انا نهني الشعب التونسي بانتصاره على في المعركه السياسيه، نقول الى اللقاء في المعركه الاخرى معركه السلطه قريبه راي، لانه قيس سعيد ما عنده حل حتى مشكله، وشعبه الشعب التونسي مش شعبه خطير، الشعب التونسي بفضل الحمله الانتخابيه اللي عملناها عملت فاق برشا حاجات في 3 سنين. الناس اصبحت توصف في قيس سعيد الوصف الصحيح، وهذا مكسب كبير للشعب اللي قيس سعيد يضحك عليه بالخرافات نتاعو وبالتهم نتاع الناس، لانه يعني ما كان فالح كان في انويتها من الناس، تهم القضاة، تهم المناضلين، تهم الشخصيات، تهم كل الناس النظاف، لانه يغير، لانه يخاف، لانه ما عندوش اللي عندهم. دونك الامل موجود، الحلم توجد، نبنيه راهو كيف ما تكون يولى عليكم، ابنيه باش يولي عليكم اللي يتولي عليكم في مستواكم. تحية لتونس، تحية ليكم، ويسقط الانقلاب وأبناء الانقلاب، وشكراً.